الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ونتاج سائمة وربح تجارة تبع لأصلهما بدون تواني. نعم، هذه قاعدة أخذناها في أول كتاب الزكاة، وهي أن ربح التجارة ونتاج السائمة حولها حول أصلها إن كان نصابا. طبعا كلها الضوابط والقواعد ستمر علينا في إتحاف النبهاء إن شاء الله، لأنها هي حقيقة الفقه وبها يتخرج الفقيه فقيها. التفاصيل والجزئيات ينساها الذهن، لكن متى ما كانت القاعدة والضابط موجودا فأنت فقيه. فأخذوها مني قاعدة: ربح التجارة ونتاج السائمة حولها حول أصلها إن كان نصابا. وأضرب لكم أمثلة حتى يتضح لكم هذا الضابط، اسمعوا الأمثلة. المثال الأول: لو أن عندك يا بندر، ماذا تحب من الأموال؟ الغنم، خلها غنم، غنم فيها بركة. لو أن عندك يا بندر، لو أن عندك يا بندر قرابة 20 شاة وهي سائمة، ثم لما جاء في آخر الحول أنتجت هذه 20 40، كم صار عند بندر؟ كم عنده 60. في آخر الحول حال عليك الحول وقد بلغ عندك نصاب الغنم، هل تجب عليه الزكاة في هذه الحالة؟ الآن الأصل ما هو؟ الأصل كم؟ 20، وأضافت إليها في أثناء الحول 40. طيب، 40 هذه نتاج. مش تقول القاعدة؟ نتاج السائمة حوله حول أصله إن كان نصابا، يعني إن كان أصله نصابا فيبنى حول النتاج على حول الأول، فلا تستأنف للنتاج حولا جديدا، بل تبني حول النتاج على حول الأصل، لأن النتاج تابع لأصله في الوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم. لكن الآن مثال بندر، الأصل أصلا لم يبلغ نصابا، لأن أول نصاب الغنم 40، فبما أنه لم يبلغ نصابا فلا تبني حول نتاجه عليه، وإنما يبدأ الحول من حين بلوغ السياه 40. فإذا كان عنده في الأشهر 3 الأولى 20 شاة، هل بدأ النصاب في حقه؟ الجواب لا، أنتجت بعد 4 أشهر. انتبه الآن، الحول كم؟ بعد 4 أشهر أنتجت 40، كم صارت؟ 60. متى ينعقد الحول؟ بعد بلوغ 40، يعني بعد النتاج.